هلا والله، اسعد الله صباحكم يا عم، اسعد صباحكم، اشتقت لكم كثير. اليوم بدي تشوفوا حياتي كيف صارت بعد ستار اكاديمي. حنقضي يوم كامل مع بعض بكل تفاصيله، حتشوفوا كيف ببلش يومي كيف بينتهي. خليكم معي نقضي مشاوير وتشوفوا كيف يومي بيمشي. يا سلام عليك يا ارض الخير، بنتي يا اردن والله انك بترابك بهواكي، شعبك شجرك وسماكي. طبعا هاي اللايف ستايل اللي انا عايشه حاليا بالفتنس، صار لي 3.5 سنين تقريبا ولا يوم قطعت الجيم. برج الحمل رقم حظي 4، قياس اجري 43 44. بنام على 3 مخدات، 2 تحت راسي وواحدة من رجلي. شوال بس لما بنام ولا اشي. انا حدا بحياته كلها ما حضر فوتبول، بس لما بيجي كأس العالم بشجع فرنسا. عندي تاتوز على جسمي؟ لا، بس قريبا. بغني تحت الدوش، يمكن تعلمت وانا تحت الدوش. طبعا اكثر كلمه بستخدمها يمكن يعني هو يعني. بسمي اول ولد لما اتزوج رافع. اذا عندي قدره اغير اسمي ما بغيره. شهرة واجهتها الفترة الأولى من لما طلعت من ستار أكاديمي، كان كتير العين علي وكنت كتير مهووس بهذا الموضوع، إنه أنا مش لازم أبين بهاي الصورة، مش لازم أطلع في هذا المكان، مش لازم الناس يشوفوني. بعدين كسرت كل هاي القواعد، صرت أروح كل مكان وأعمل كل شيء بدون ما أحسب أسوأ لحدا، لأنه هاي حياتي، مش هخلي العالم يحكي لي كيف عايش. كيف بتصرف لما بيجيني تعليق مش حلو على السوشيال ميديا؟ بتركه، حتى ما برد ولا بشطبه ولا بتضايق. مش فوبيا، بس هي مشكلة بواجهها مع البصل. صار لي 24 سنة ما أكلت بصل. أغنية سمعتها مؤخراً وتمنيت تكون إلي، Love Yourself Justin Bieber. ألعاب بحتفظ فيهم من طفولتي طبعاً عندي، وعندي التخت اللي كنت أنام عليه، تخت البيبي اللي كنت أنام عليه. كيف بحب البيض؟ كرتونتين يعني 30 بيضة بالشهر. هم بياكلوا 4، أنا باكل الباقي. أنا باكل البيض كل يوم بشكل شرهي جدا. أنا حدا كتير بحب البيض وبسويه بكل أشكاله وباكله كيف ما يكون. وبشوارع عمان عندي ذكرى بكل مكان، مع كل بيت وكل إنسان ذكرى ما رح أنساها.